الارتباك في فوترة الماء والكهرباء في الصيف للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. سيد النائب المحترم لكم الكلمة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، تعرف فترة الصيف ارتباكا في عملية فوترات الماء والكهرباء يثير احتجاجات من طرف المواطنين في مختلف مناطق المملكة، لذا نسألكم السيد الوزير عن التدابير التي أعددتموها لوضع حد لهذا الارتباك، وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. جواب السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر السيد الرئيس، شكر الفريق المحترم على هذا السؤال. نبغي نوضح بأنه اليوم الحمد لله وصلنا ل 99.95% من كهرباء المغرب بصفة عامة، وبالتالي أكيد تقع بعض الارتباكات وخاصة في الصيف اللي كتصاعد معاه يعني كيرتفع الاستهلاك بحوالي من 10 حتى 15%، معناه كيرتفع الاستهلاك. ثم أيضا كيكون إشكال ديال الأصفار ديال العائلات في فصل الصيف، وبالتالي ما كيكونش إمكانية التواصل معهم. اللي كان معمول به هو أن الفوترة كتكون على شهرين، الشهر الأول تقديرية والشهر الثاني حقيقية، ولكنه ما كيدخلوش اللي هو في الأشطر الاجتماعية، كيبقى في الأشطر الاجتماعية. فإذا دارت الآن واحد العدد ديال الإجراءات من طرف المكتب الوطني باش يمكن فعلا ما يخلص المواطن إلا هذاك الشيء اللي كيستهلك، حتى لو تراكمت عليه شهور ما كيدخلش في الأشطر الغير اجتماعية وما كتكونش عليه إضافات، بل تقسم على الأشهر وكيبقى دائما في أشطر الاجتماع، خاصة بالنسبة ل 75% من العائلات في المغرب. شكرا السيد النائب. السيد الوزير، تعقيب أحد النواب، تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، نحن لا نقلل من مجهودات وزارتكم وبالدور الذي تقوم به على مستوى دراسة إمكانيات إيجاد حلول مناسبة فيما يخص غلاء فاتورات الكهرباء التي أصبحت تشكل مصدر قلق الساكنة، سواء تعلق الأمر بالمدن أو بالقرى. السيد الوزير، فبعد أن استبشرنا خيرا بتزويد سكان العالم القروي بعدادات الكهرباء والتي تشتغل عن طريق تعبئتها بواسطة بطائق ذات الدفع المسبق بريبي، تم التخلي عن هذا النظام القديم ومد الساكنة الراغبة في الربط بشبكة الكهرباء بالعدادات الجاري بها العمل في الوسط الحضري، بعدما كانت الأولى أكثر اقتصادا من حيث الاستهلاك، هذا لأنها تأخذ بعين الاعتبار الدخل المحدود للساكنة القروية، هذا الأمر الذي تم استنكاره من طرف الساكنة وأثار موجة غضب، وأخص هنا بالذكر إقليم تونات دائرة القرية غفصي بكل جماعاتها الترابية. السيد الوزير، إن المواطنين يعانون الويلات كل صيف مع مفاجآت المكتب الوطني للماء والكهرباء بسبب فواتيره الخيالية، علما أن غالبية الساكنة تعيش في بيوت صغيرة وجد متواضعة لن تتحمل هذه الفواتير الباهظة الثمن، أضف إلى ذلك أنها لا تقبل منهم أي شكاية إلا شريطة أداء الواجبات، أو يقترح عليهم في بعض الحالات تقسيم هذه الفواتير ودفعها بالتقسيط، وهذا فيه إهانة لكرامة المواطنين، وفيه سوء تدبير من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث تصبح الساكنة ملزمة على دفع ما لا تستهلكه. لهذا السيد الوزير، نطالب بسن إجراءات قانونية لمراجعة هذه الفواتير حفاظا على كرامة وحق المواطنين من الاستهتار الذي يطاله التعسف الممنهج ضده من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء. وشكرا. شكرا سيدنا المحترم. هل لكم تعقيب إضافي في الموضوع؟ تعقيب إضافي؟ إذن سيد الوزير لكم الكلمة. سنة أخرى كنعاود نقول ما كاينش ارتفاع، بمعنى كيأدي المواطن هذاك الشيء اللي كيستهلك. تقع أخطاء، قلتها كم من مرة، هذا شيء عادي، ولكن تراجع هذه الأخطاء، ولكن ليست عامة فقط فصل الصيف، راني قلت نظرا لأننا كنستعمل آلية جديدة اللي كيحتاجها المواطن، فبالتالي كترتفع طبعا حالة الاستهلاك ما بين 10 حتى 15%. الأمر الأول وهو أنه الآن أصبح الشكاية مفتوحة، لا مع الوزير المكتب الوطني، الحكومة أقرت نظام ديال الشكايات باش يمكننا نتوصلوا بجميع المشاكل ديال المواطنين. المسألة الثانية، كنعاود نذكر 75% من العائلات في المغرب لا تؤدي إلا الشطر الاجتماعي الأول والثاني، يلا 25%، معنى راه هذا واحد الإنجاز كبير بالنسبة للمغرب، زعما راه يعني خصنا ناخذوا بعين الاعتبار الاستثمارات الكبيرة اللي قامت بها البلاد ديالنا. العدادات ما وقعش تراجع عليها، بالعكس الآن نشتغلوا على تعميمها وبدينا العمليه ديال التعميم. اكثر من ذلك، بدينا كنفوضوا القطاع الخاص هو ياخذ من عند، بدل ما المواطن يمشي للاقليم، الان راه كاين طلبات عروض باش يمكن المواطن هو يكون جاهز باش يمكن. شكرا سيد الوزير.